بدي ادافع عن اسيل بنقطه حقيقه. اسيل الخيانه اللي تعرضت لها كانت صادمه كثير، لانه هي ما كانت بس من سيف، هي كانت حتى من اصدقائها المقربين. صح. لمده سنتين هن بيعرفوا بهي العلاقه، فهي كانت صدمتها ما أنا بس من سيف، بالإضافة لأنه هي عندها التروما الشخصية تبعها اللي لها علاقة بماضي أبوها وأمها والشي اللي صار. فمشان هيك هي أسيل كمان كانت ردة فعلة كتير كبيرة على هذا الموضوع، بس بعدين خلص تورطت، يعني غرقت بنفق مظلم، يعني بوحل الانتقام.